رز بالسيفود بالبشاميل. عندنا جمبري وصبيت وسمك وبصل وتوم وكمون وصلصه طماطم وكزبره خضراء واعشاب مشكله، زبده او زيت، مرق، بسله، جزر، ورق لورو، حبهان، ملح، فلفل. البشاميل اللي بقى عباره عن دقيق وزبده ولبن وكريمه لباني وشويه جبنه، يعني نتحركن على قد ما نقدر وتيجي معانا الايه الحلقه حلوه ان شاء الله. طيب احنا عندنا الرز طبعا لازم يكون مسلوق ثلاث ارباع سوا، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نحط حبه زيت، زيت الزيتون اهو. بعد كده يا سيدي هنسمي برضو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. صبيت استنى كده شوية عليه لان الصبيت بياخد وقت في السوى عن السمك والجمبري. واحنا شغالين مع بعض كده نجيب الزبدة بتاعتي اهي، وادي الدقيق كده، وادي مكعب المرق اهو. هنعمل البشاميل بتاعنا. يلا دارع بنهمشي، يلا يا جعيضي. كده اسالك سؤال يا مستر محمد. لا زولوجي. هو ايه اللي فكر الحلو بيه؟ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد. ورق لورو، حبهان، توابل اهو، شويه زعتر، شويه روزماري، شوية كرفس، كرات، كزبرة خضراء، وآدي فلفل حار حسب الرغبة. السلطان بيبر وادي شوية ليمون حبيبي يا رسول الله. وانا لا ملك ايديك، اللبن بخير اللهم صل على النبي اللهم صل. شايفه يا نسا؟ بصي والله العظيم من حدانا بخيره. وانا بعترض بالطماطم بتاعتي مش هحطها. لا مش عايز، انا ما عنديش مشكله. ها لا حبزنا مبزاز عبد عزيز. طيب كده هنا بقى ادي حبه رز، مش عايزين نكتر بقى عشان نشيل ناخد بشاميل.